يوبيبي مناديل الأمهات لتشرط الأحسن. السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح. اليوم حنا ومي وبيبي جينا لولاية البليدة، جينا بالضبط للمحلة التجارية فاميلي شوب، جينا نشوفوكم باش نطرحوا عليكم سؤال. طبعا نربحوكم 500,000 وين ربحتوا معنا في لاغي بريك مود باس، تربحوا معنا كادو شباب بزاف من عند مي وبيبي. تبعوني شوفوا شنو هو السؤال. واش راكي مدام؟ صافا الحمد لله، صافا عليكم. الحمد لله، حنا رانا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم. يعيشك الله يسلمك ويطول عمرك. راكي معنا في حصة جاوب تربح. اليوم صح رانا مع مي وبيبي، بصح الفوت كامل حنا نتبعوه سواء امهات اطفال رجال نساء. سي بوغ سا اليوم راحين نهضروا ماشي على الفوت. داكوغ. سؤالنا يقول الجزائر راح تشارك في طبعة 30 لكأس افريقيا. سؤالنا يقول الجزائر راح تشارك في طبعة 30 لكأس إفريقيا اللي راح نديروها في غينيا الاستوائية، ألوغ كو نورمالمون كنا راح نديروها في المغرب. عاصمة غينيا الاستوائية؟ كوالا. ماشي كوالا لامبور. لا لا كوالا ما هكا، والله ما على بالي، راحت لي. معليش يعطيك الصحة، يعيشك معرفة خير إن شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. واش راكي؟ صافا بيان الحمد لله. راكي معنا في حصة جاوب تربح. الله يبارك. يعيشك. سؤالنا يقول ما هي عاصمة غينيا الاستوائية اللي راهم رايحين يديروا فيها طبعة 30 لكرة إفريقيا، كأس إفريقيا؟ كان جورني عاصمة غينيا استوائية، ما عنديش المحاولة. ماشي السنغال؟ نو لا لا غلطة. يعطيك الصحة، تعيش. ميرسي. مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. انت من بليدة؟ لا لا من تيبازا. من تيبازا، الله يبارك تما. قريبه صح، عندكم طريق سبيسيال نتوما. الله يبارك. راكي معنا كحسن جاوب تربح. سؤالنا يقول ما هي عاصمه غينيا الاستوائيه؟ غينيا الاستوائيه اللي حنا نديروا فيها طبعة 30 لكاس افريقيا وراح تشارك فيها الجزائر، ماشي السنغال. على بالك مالابو. مالابو، مبروك عليك. الله يسلمك تعيشي. عم بالي حطوا لي السنغال، مبروك عليك. ميرسي تعيشي. عاد ربحتي معنا 500,000، جوزي معنا لا روبريك مود باس اللي فيها نقول لك 3 انديس باش تقولي لي فاش راني نخمم. إلا ربحتي تربحي كادو واحد آخر، وإلا ما ربحتيش دي 500,000. داكوغ. إن شاء الله. جوزي نشوفوا نصيحتنا اليوم ونعاودوا نولوا. نتوما تاني تقدروا تجاوبوا وتربحوا عن طريق الاس ام اس. جاوب تربح تهدي لكم رحله لشخصين الى اسبانيا، فندق فاخر لمده اسبوع كامل في برشلونه. حاجه سهله، جاوبوا على سؤال اليوم: اين يقام مهرجان جميله؟ سطيف ابعت برقم 1، وهران ابعت برقم 2 عن طريق الاس ام اس الى 63030. ما تضيعوش الفرصه، 63030 جاوبوا وتربحوا. قد ما تشاركوا قد ما تضعفوا حدودكم. واحد سعيد للجميع.
الطفل ديالنا من عمر سنة إلى سنتين يحتاج إلى الدهون لبناء ونمو الجسم ديالو. على هذا لازم عليك تعوديه وتعتمدي عليه في الأطعمة اللي تحتوي على تلك الدهون المفيدة، واللي نلقاوها في الحليب كامل الدسم، الأسماك، اللحوم وزبدة الفستق. كما أن الطفل يكون عمره من عامين إلى 3 سنين يعتمد اعتماد كبير على الحليب، وهو شيء جيد لنمو العظام دياله وإمداده باحتياجاته من الكالسيوم. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصيحه ديالنا ديال اليوم. نعاودوا نقولوا حنا وفاطمه قالت لي اسمها باش نقولها لي 3 زين دي استوعنا نشوفوا لا تربح معنا الكادو من عند ميو بيبي. الوغ فاطمه وكنقول لك ماكله واش يجي في بالك؟ خبز. خبز، بيتزا، فرماج، شترومف، سنافر. معليش كنا نهضروا على من؟ كنا نهضروا على الشامبينيون. كنا نهضروا على الشامبينيون. معليش هاكي ما ربحتيش معنا الكادو بصح ربحتي معنا 500 ألف من عند ميو بيبي. ان شاء الله تصرفيهم بصحة ولهنا. ان شاء الله يا ربي. ميرسي بشرى. بلا مزية. يعطيك الصحة. مشاهدينا راهي فاطمة ما ربحتش معنا الكادو من عند ميو بيبي بصح ربحت 500 ألف. ندوزو نشوفوا لا فيديو كاك اللي خيرها لنا صالح. وانتم تاني اللي راكم في دياركم تقدروا تشاركوا معنا عن طريق جو اس ام اس باش تربحوا رحله لشخصين. وين كل خطره كيفاش؟ تبعوني استناوني في العدد الجاي ان شاء الله. بقوا على خير، باي. خساره، كنتوا قادرين تروحوا بهديه ثانيه من عند ميو بيبي لو كان سبتوا كلمه السر. بصح معليش، ميو بيبي هدا لكم قسيمه شراء فيها 5000 دينار جزائري. الف مبروك. يو بيبي، مناديل الأمهات لتشرط الأحسن.